ارحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعي المباشر. معايا على الهاتف الدكتور محمد السيد الارناؤوطي، استاذ الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه. مرحب بحضرتك يا فندم. مرحب بك يا فندم، اهلا بيك. لو النهارده عايزين ننصح المزارع ونقول له على الطريقه العلميه مبسطه، ازاي يقدر يستفيد من مخلفات القصب وتدويرها، يا اما هيعملها اعلاف او ان هو ممكن يستخدمها كسماد للارض الزراعيه؟ هو يعني اسمعني، طبعا احنا بنسمي المخلفات الزراعيه نيتها بالمنتجات السنويه داخل منظومه الانتاج الزراعي، لانها مش مخلفات، ده لها فايده كبيره جدا جدا وممكن تدويرها واستفاده منها. هو زمان من حوالي 50 سنه كان الفلاح بيحرص على تخزين القشر الرود وحطب القطن وحطب الذره علشان يستخدمه كوقود حضرتك والاستحمام والتدفئه وغيره عن طريق القانون بتاع زمان قبل اختراع البابور الجاز والبوتاجاز. تمام. النهارده بيكسل الحاجات دي حضرتك، وبيكسل حتى يعمل المخلفات الزراعيه النباتيه والحيوانيه الى اسمده العضويه واعلافه التقنيه. ايوه. دي مشكله خطيره جدا حضرتك. يعني هو بيتكاسل. يعني العلم يعني حضرتك والمشاهدين دلوقتي ان الاسراف في استخدام الاسمده الكيماويه جدا، يعني لو اسرفنا في استخدام الاسمده الكيماويه على الخضر الورقيه والبقوليات زي الخس والجرجير والفجل والبقدونس بتتحسن ماده النيتريت. ممكن تتحرك بالتليفون يا فندم؟ ماشي حضرتك. تتكون ماده النيتريت في الخضر ديت، وبعدين يجي ياكلها الانسان تتحول الى نيتروجين، دي ممكن تسبب الانسان حضرتك. فدي مشكله خطيره جدا جدا. تمام. طبعا ممكن حضرتك الصغيره الزراعيه بمجالات مختلفه جدا جدا، زي مثلا كاعتماد عضوي احسن من الاسمده الكيماويه، كاعلاف غير تقليديه للمواشي، استخدامها في انبات بذور شعير على قش الرز وغيره. طيب بما ان حضرتك معايا يا دكتور، انا النهارده الفلاح بيبقى خصوصا مزارعي القصب عنده المخلفات القصب، يعمل بيها ايه؟ يدورها ازاي؟ ماشي. هو في حاجات كتيره بين انا بقراص وحاجات مخلفات ثانيه ممكن. الصوت مش واضح دكتور، الصوت مش واضح، ممكن تتحرك بالتليفون؟ يعني ممكن حضرتك تستخدم انتاج الكحول الايثيلي من الملاس. تمام. عن طريق مخفف الملاس بالماء ثم يعالج باضافه حمض الكبريتيك المركز ويسخن ثم يروق ويبرد، ويتم اضافه الاملاح اللازمه لتغذيه خميره السكاروميسيس سيرفيزيا، واخد بالك، ثم تضاف الخميره اللازمه لتحويل السكريات الى كحول. يعني هو المزارع يجيب ملاس ويضيفه للمياه بمعدلات قد ايه؟ لا الصوت مش واضح، بشكر حضرتك، هنعاود الاتصال مره اخرى لان احنا عايزين معلومه كامله نوصلها للمزارعين، مش مجرد اتصال ويبقى يعني بنقضي الواجب، لا احنا عايزين الناس تستفيد، فانا عايز المعلومه كامله. ممكن لو الاتصال فيه مشكله النهارده يا استاذ عزيز يبقى الاسبوع القادم او الحلقه القادمه ما فيش مشكله، انما المعلومه لسه لازم توصل سليمه للمشاهد، ولازم يبقى فيها نوع من التبسيط. انا عايز المقادير، المعايير قد ايه، الناس تعمل ايه، مش هقول له هات ملاس فقط وابتدي اشتغل، طب ما الفلاح هيبقى واقف تايه، المفروض اقول له الكميه قد ايه وهيضيفها على ايه بالظبط. فلو النهارده في مشكله فاحنا بنوعد حضراتكم في الحلقه القادمه هنكلم الدكتور محمد السيد الارناؤوطي مره اخرى.